مقداد صحابي قال له أورنجري رضي الله عنه أيها هبين كمركو جيف سنايو وعلى أوغل جلنجر أساس أوغل جلنجر سيدا دريغا مركب بيها الله صارو يا دبكو كل زيادة بيوه كرسمان سيدا بيوه أسكو لبا قديان أيها هبين كأوغل جلنجر أساس مرقابي حاسكي سكو أورنجر تي محال لقل قلان إسامات سيحتي دا مرقابو كو أورنجر عبسدا أن نارتا أن كقبو أيها هبين كوردة ديغا قادب أورنجري نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وكل الصحابة كوي رشبتا نبي الله عرضي ما كوكو بدأت بريهان محاجرة مرقابو نبي قول يولي شيبتني هود وأخواتها سورة هود يولا لهد با عرضي قصو صاريب رسول كوي يولي سورة هود وأخواتها عما يتساءلون إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت سورة ذها قيامها كورمايا أي النبي محمد عرضه كسوة صاري سورة هود مركي الله بارينا آيات النبي محمد عرضه كسوة صارتي وحي علمته كل شيء جين. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فاستقم كما أمرت وحد كنت توصنا تصدي إلهي وكو أمري أذيك هو عوي عن استقام هذا مركي علمته قال لين وحير هذين والله ببورودو أفقن دشودا أولا دقي أولا يدي قفنا آذنا هلكا الظلمر صدود سعونا يا صدود سعونا دك دقو سعون مايو عبسي بكم مريا هلكا عبسي فاستقم كما أمرت سيدي الله قو أمري كنت وصنو حق إلهي إلالي حقوق ذا بن آدم وقوليهين إلالي ما لك قيامة وحاتم ما دع أذوب بني هذا نحبك وقول شيء قني آخره حتى ما دع أذوب حلقو حيستو فاكيني بيقولها أتدرون من المفلس وفق عيد مياه تقانا صحابة وحير هذا عيد وحنون قانا أنكو وفق الدينار يدرها مي متاع وحبا أنا هيسن مرقاب النبي يقول وفق عيد واكي وابنك قيامه الله يمن دونا صلاة يصون يزكي يحجب الله يمن دونا لكن dad fara badan ba halka hor joogsan doona dadkaas isagay wax ku sheeganayaan mid waxa uu leeyahay aniga ninkani waa idilay mid waxa uu leeyahay aniga waxaan ahayn buu igu sheegay mid waxa uu leeyahay xoolaha iga buu iga dhacay mid waxa uu leeyahay dhig buu iga daadiyay markaas la oodanaya waxa li waxa uu ajar iyo khayr soo shaqaystay ka soo qaado ayaa ka siiyo janna ku galiya markaaba la oodanaya waliba dad kala hadhay oo adoonka ma aragtana ku sheeganaya xaq markaas ilaahay oodan doona dunuubta iyagu ay soo shaqaysteen كسو قادو إساقا مدحا أصارا دانا نارتا كتورا والعياذ بالله مفلس قفك عيدو وكاس خير كو صوشا قيستينا داتك لأيا جنة كو آدو جنة كو قلي دن بداتك لأي صوشا قيستينا إساقا أيا إتو مدحا لأصارا نارتا لكتورا بركا استقامة دوا محي ولا ليال وإن تكو حساب تنتا مرولبا الدوية دو حد كبح دا أدو أن نحب لكو شيئا وين أدك تاي مهر نقاس لكن وين أن توبتك أنا مر والبا أتوب توبت داي نوفرا وين إلهي وصونا قلنا دار الدنيا جوغنا ما أنت فرصة بان حيثنا إنك لاتك أدوية دك أبحي فرصة يكو صونا قدان ما حيثنا ويسو عدين مركا قلبك يا مر والبا إلهي أكو إنادو والله هذه عظمة الله قلبك يا دكتبع علماء دليهين بقدر خوفك من الله يخاف الخلق يهاب الخلق منك وبقدر حبك لله عز وجل يحبك الخلق هاد بينت هاد إلهي أدقو أتكعب صوتي أيا مخلوق هذيك كاهي بسنيا هاد بينت هاد أدقو إلهي أتجعلاتي أيا مخلوق نكو جعلانيا بينت هذه لاحي كعب صوتي كن لي كما أريد أكون لك كما تريد حديث القدس إلهي بعلى صدر ربانيك إيال صدر ربتنا أنا كوسي لي صدر ربنا ما أنت إنك تذكر دن محير ربان عريدي جينك بحام بير ربان فقر جينك بحام بير ربان ذل جينك بحام بير ربان
masaa'ibta inay ka dhexbaxaan bay rabaan, diiqu sadriga inay ka baxaan bay rabaan. Waxalliya waxa aad kaga bixi lahayd cidhiidhiga adduunyadii cidhiidhiga aakhira waa maxay? Xadhigga ilaahay qabso. Waa tii saxaabigii Rabciya ibnu Caamir uu u sheegay maaragtaani madaxweyntii reer Furs Rustum, allahu ibtacathanaa ilaykum buu ku yidhi Rustum, qaayid quwaat aljeish buu ahaa. Rabciya ibnu Caamir baa u yimid oo loo soo diro la yidhi orodo la soo hadal, hadday dagaal rabaana diyaar baan u nahay, hadday sulxi rabaana diyaar baan u nahay. Rabciya ibnu Caamir markuu u yimiday wuxuu yidhi annaku sidaad noo malaynaysaan ma nihin, waxaana dad ilaahay adduunka u soo saaray baan nahay, yaana soo saaray ilaahay. Linukhrija man shaa'a min cibaadati alcibaad ila cibaadati rabbi alcibaad wa min diiqi addunya ila sicatiha wa min jawri aladyaani ila cadli alislaam, buu ku yidhi. Cajiib, waxaan adduunyada annagu iskamanu imane, ummad la soo saaray baan nahay oo nebigeediiba lala soo saaray calayhi salaatu wasalaam, sida nebi maxamed caalamka loogu soo saaray inuu risaaladda uu gaadhsiiyo ayaa annagana haddaan ahay asxaabtiisii ilaahay baana soo saaray, buu ku yidhi. Linukhrija man shaa, si aan uga saarna kii doona cibaadada ay caabudayaan addoommaha sidooda ah, oon u saarna maaragtaani cibaadada ilaaha waaxidka. Waa arrinka maanta muslimiintu ay fahmi laayihiin. Wa min diiqi addunya, ciriiriga adduunyada inaan ka saarna dadka lanoo keenay, buu yidhi annaka, oon u saarna ilaa sicatiha, nolosha adduunyada ballaceega iyo ballarkeega. War gaaladu cidhiidhi bay ku nooshaa, cidhiidhi bay ku jiraan. Muslimku markuu diinta dhab u qaatana sica ayuu ku jiraa, sicatan fi rizqi wa sicatan fi lmaali buu ku jiraa, mumikusicu ku jiraa sica, mumiku cidhiidhi ma galaayo. Nolosha waxa cidhiidhiga gelinaya waa maxay? Waa macsiyada. Nolosha waxa sicada gelinayana waa taacadda ilaahay. Saasuu ku yidhi saxaabigaas, cidhiidhiga adduunyada inaan niga saarnaan u imanay annaku, oo ni saara nolosha adduunyada ballarkeeda iyo waasicnimadeeda. Wa min jawri aladyaan, adyaantan dulmiga iyo beenta iyo shirkiga iyo gaalnimada iyo khiyaanada ku dhisan inaan niga saarno ayaan adduunka u imanay, buu yidhi annaku, oo ni saarno xagga cadaaladda Islaamka. Jawri aladyaan, diinaha baadilka ku dhisan, diinaha beenta ku dhisan, diinaha dulmiga ku dhisan, diinaha khiyaanada ku dhisan ayaan u imanay inaan niga saarno, niga dhex saarno, oon u saarno dadka maaragtaani diinta cadaaladda ku dhisan ee Islaamka.